شركة الكهرباء والغاز اللي طالبين حق الرد فيما يخص تصريح للخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي عز الدين سعيدان اللي تحدث في الأسبوع اللي فات كان ضيفنا وتحدث على أنه يقول أن النقابات في ستيج هي السبب في تعطيل الطاقات البديلة. تدسويت تاخذوا إلياس بن عمار كاتب عام مساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز. ألو صباح الخير. مرحبا. صباح النور. صباح الخير. مرحبا بك مدام. صباح الخير كل مستمعي اذاعه شمس فام وضيوفك. مرحبا بك. في اطار حق الرد الكلمه ليك سي الياس تفضل. والله نحن سمعنا التصريح نتاع عز الدين بن سعيدان حول اصلاح المؤسسه العموميه وش بتعرف ثم دوز إيقاف. احنا مش نطولوا برشا تفضل. حتى الموضوع كبير ولازم حصة واحدة مدام. تفضل. بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي قال لازم ثم ستاج متاع توزيع وستاج إنتاج ولازم الإنتاج هذا كان التوزيع نتحفظ عليه والإنتاج. نحن شو نقولوا التجربة التجربة والحساب زادا بالاقتصاء التجربة بينت أنه العملية ما يسمى هذا بالتركز العمودي. خلينا نرجع شوية لربما يعني ايش معناتها تركز العمودي؟ يعني انه دي شركة تحاول باش تقتصد في المصاريف المنظور المسار نتاع انتاج الكهرباء كله يولي عندها الكل. هذايا اثبت النجاح نتاعو في عديد الدول بما فيها تونس. والدليل اليوم انه اليوم كي تشوف تونس مثلا انا بلدان افريقية اخرى في فيها النوع هذا من الفصل بين الانتاج والتوزيع. تجيب تشوف نسبة النفاذ الكهرباء في تونس 99%. تجيب بلد كيما النيجر مثلا توا اللي فيه الانتاج في بلاصة ولا والتوزيع في بلاصة تلقى 20%. يعني هذا يا خيار استراتيجي خذته الدولة عندها 60 سنة وهي نجحت فيه. وهذا ما يعنيش ولازم نشوف انه اليوم زاد خطر اليوم الصعوبات اللي تعانيها ستيك مش جاي من الشيء هذاك فما حاجات اخرى وهذا اللي لازمنا نحن كيما شنو مثلا شنو الصعوبات؟ كيما شراء الغاز الطبيعي اللي تبدلت المنظومه نتاعها في 2015 كيما عدم التزام الدوله تجاهها. هذم هما الاشكاليات الحقيقيه اللي تعاني منها ستيك مش الاشكاليه اننا نفصل التوزيع على الانتاج. هذه النقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه واللي هي ربما غشتنا شويه لانه نحن نقبل سمعتها ما نش فوق النقد. نحن داخل الاتحاد العام ولكن ماذا بينا يكون النقد بناء وقائم على معطيات موضوعية وقائم على دراسات. اليوم يقولوا النقابات تعطل في مشاريع الطاقة المجددة. أولا نحن النقابيين ما فهميش في العالم خاصة النقابيين اللي هم على رأس النايبين والتقدميين في العالم ما هم ضد الطاقة المجددة وهم مع الطاقة المجددة ونسعوا باش نركزوا الطاقة المجددة. لكن الإشكال كيفاش باش نركزوا الطاقة المجددة وعلى حساب شكون؟ لأنه الطاقة المجددة عندها كلفة زايدة وعندها مع تدير بيرفيسيون لازم شكون باش يتحملها. هذا هو التساؤلات اللي نحن نعملوها. اثنين هو يقول خبيرنا يقول أنه المشروع المخطط الشمسي التونسي معطل لأنه نقابات الستيك ما خلتش. صحيح. انا اعطيك حاجتين انا اتاكد انه الكلام هذا هو صحيح. بإيجازي إلياس تفضل. اي بيان سور مدام سامحني هذوما زوز. اولا قرار نتاع وزير الصناعه والطاقه والمناجم في 19 سبتمبر 2019 والمتعلق بالتمديد في اجل الموافقات المبدئيه ل 20 مشروع 20 مشروع خذوا الموافقة المبدئية في 2018 و2019 بالطبيعة الموافقة المبدئية عندها أنزيلي جاب بيلي وفتوة رصات الدولة تزيد لهم. معليش هذوما 20 مشروع ما يقارب 150 ميجاوات من طاقة الشمس وطاقة الريح ما نجموش يعملوا. لهنا ظهر لي رقبة الساق ما عندها حتى إشكال معناتها في الشيء هذا. هنا لازم النقطة الثانية هي اللزمات اللي تعطات وقتها في الخمسة اللزمات الكبار اللي تعطات المستثمرين الأجانب اليوم عندهم إشكاليات حقيقية من أجل تركيز هذه البشرية. الإشكاليات تتعلق بحاجتين. أولا بالأسعار اللي طرحوها أنه أسعار غير واقعية. اثنين تتعلق أيضا لأنه مشاريع الطاقة المتجددة تستلزم أراضي كبيرة ثم إشكاليات عقارية كبيرة اليوم قاعدين يلاقيوا فيها من أجل إنتاج هذه المشاريع. معناتها يجي مستثمر ينجم يرفضوه الأهالي متاع الجهات بياس خاطر ما همش امبليكي وعندهم الحق لانه تقولهم اراضيهم وخاطر ما همش امبليكي وخاطر ما حكاوش معاهم. وهذا صاير مثلا في زكتوس وصاير في برشا بلايص اخرين. نحن شو نقول؟ نحن باش نخدم مثلا نحن كجامعه عامه كهرباء الغاز بالطبيعه نمثلوا الاتحاد العام التونسي للشغل في هالقطاع هذايا رانا مع كل خطوه
باش تنقذ البلاد هذه وتنقذ المؤسسه اللي هي السيك. ومع كل خطوه باش نشوف الطاقات المجدده، ولكن نحب حوار يكون رزين وحوار بالحق جدي ونحكيو نتواصل الحقائق وبالدراسات. شكرا لك. راهو احنا كجامعه عامه عندنا دراسات في الشيء هذا ونجم نبعثوهم للطب، وعندنا رؤيه في الشيء هذايا. بارك الله واضح. فيك على حق. شكرا لك سي الياس بن عمر كاتب عام مساعد الجامعه العامه للكهرباء الغاز. هكا نكونوا تجاوزنا